إذن كما سبق وقلت، إذن من بين المهارات التي على التلميذ أن ضبطها هي منهجية تحليل وتحرير موضوع المقالة. وتحدث هنا عن الثالثة إعدادي والأولى باك والثانية بكالوريا آداب. إذن منهجية موضوع مقالة، المنهجية هي اللي غنطرقوها الآن، نشوفوا كيفية كتاب ولا شنو الخطوات ولا الإجراءات المنهجية لتحليل وتحرير موضوع مقالة. موضوع مقالي يتكون من ماذا؟ في الأساس هو عبارة يتكون من نص الموضوع، من نص الموضوع أو لبعض الوثائق المرافقة. لدينا نص الموضوع، هذا نص الموضوع، وهذا لدينا نرى نص الموضوع. عندما نريد كتابة الموضوع أول شيء هي التفكير في الموضوع. ما معنى التفكير في الموضوع؟ ان الاجراءات، اول اجراء خصني نديرو هو انني انشد هذا نص الموضوع ونقراه قراءه جيده. قراءه، ما معنى قراءه؟ متانيه. ناخذ نص الموضوع ونقراه. لماذا؟ لكي اتعرف عن انا ملي كندخل القسم وعندي شحال من درس في راسي، انا ما عارفش اشنو غادي يحطوا لي في هذا الموضوع المقالي. واش يحطوا لي تاريخ؟ حطوا هي جغرافية أو التربيع المطلي بالنسبة للثانية والثالثة إعدادي، الثالثة إعدادي، أو غيحطوا لي بالنسبة للجغرافيا أو التربيع بالنسبة للأقسام الثانوية. إذا هنا أشنو كندير؟ أول شيء أنني كنقرا نص الموضوع. أش كندير؟ كناخذ، كنقدر ندور على العنوان ديال الدرس. واش أنا غنعرض الدرس؟ لا، قد يحطوا لي في نص الموضوع. تقدر تكون جوج ديال الدروس، ثلاثة ديال الدروس، أنا غادي نحلل ونناقش ونركب. إذا نص الموضوع مسطر على الدروس اللي هي عندي. ثم بعد ذلك عندي تحديد الفقرات اللي مطلوب مني أنني الإجابة عنها. من خلال ماذا؟ إذا غناخذ أنني غادي نسطر عليها هكا، هذه الفقرات اللي مطلوبة مني. إذا أول حاجة هي قلت الموضوع هو أنني نقرا قراءة متأنية. من هنا صافي حبست الدماغ ديالي فاش في الدروس اللي هما عندي والفقرات اللي مطلوبه مني اجابه عنها. ثم نمشي الى المرحله الثالثه والتالية هي بناء المقدمه. بناء المقدمه، المقدمه منين كتجي؟ اذا كناخذ المقدمه منين؟ المقدمه عباره عن ماذا؟ بناء المقدمه وطرح الاشكاليه. طرح الاشكاليه، شنو هي هذه الاشكاليه؟ طرح الاشكاليه هي عباره عن اسئله ناخذها منين؟ من نص الموضوع. كنشوف الموضوع، كنشوف هذاك الشيء اللي مطلوب مني من نص الموضوع. كتكون عندنا عوارض هكا، هاد العوارض كتكون فيها، هاد العوارض اشنو كندير لها؟ كندخل عليها انا أداة الاستفهام. أداة الاستفهام، أداة الاستفهام. لماذا؟ وكنحصل على مجموعة من الأسئلة. هذه الأسئلة هما اللي كيكونوا لي ما يسمى بالإشكالية. إذا كندير الموضوع، كناخذ الموضوع ديالي من نص الموضوع، المقدمة ديالي، وكنطرح فيها الإشكالية. هنا كنكون حصلت على المقدمة ديالي. من وراء المقدمة كندوز إلى ماذا؟ كنمر إلى التحرير. التحرير هو كنسميوه بالعرض. إذا العرض منين جاي؟ العرض شنو هو العرض؟ العرض هو الإجابة عن هذه الأسئلة اللي كتكون عندي هنايا. الأسئلة اللي طرحتها أنا في المقدمة هي اللي خاصني كنصيب من عندي، كنصيب منها العرض ديالي من خلال الإجابة عنها. ولكن الإجابة عنها هكا كنا غنجمع عرضها؟ لا، ما كنعرفش داك اللي حافظه. كناخذ الفقرات اللي كما قلت مطلوبين مني، وكنحاول نربط الفقرة الأولى اللي هي يعني العريضة الأولى مع الفقرة الثانية اللي هي العريضة الثانية مع الفقرة الثالثة اللي هي العريضة الثالثة. من خلال ماذا؟ من خلال وسائل الربط. إذا هاد وسائل الربط هي ضرورية باش أنني كنقول أولا كنكون باش نصيب فقرة مركزة
ويكون الاسئله ديال الاجابه ديال الاسئله في المحل ديالها. ثم انني كنصايبها فقرات باسلوب ولا لغه هي سليمه من الاخطاء ومنهجيه تراتبيه. هذا هو تحرير. اذا من بعد التحرير امر الى الخاتمه. ولكن قبل ما نمر للخاتمه راه انا هذه المقدمه اللي هضرت عليها هنا اللي كتبت هنايا مقدمه او نعرض او خاتمه انا ما كنكتبهمش بحال هكا، وانما هما كيبانوا من خلال الاجابه او الموضوع اللي هو مطروح للفقره اللي هي مكتوبه. هذا هو موضوع مقال. اذا ملي كنجي نكتب المقدمه ديالتي اللي كطرح فيها الاشكاليه قبل ما نكتبها ولا حتى الاخر ونقول لكم، نكمل لكم على الخاتمه. اذا الخاتمه شنو كيكون فيها؟ اما كتكون فيها الاجابه عن هذه الاسئله باختصار، او لا كيكون فيها امتداد. امتداد لماذا؟ امتداد لما بعد هذه الدروس، او لا امتداد لكبيره عن الاسئله، او لا للتعريف بها. هذه هي الخاتمه. هنا انا شرحت هذه المنهجيه تحليل وتحرير الموضوع المقالي باختصار شديد. ان شاء الله ملي تحيد هذه الجائحه ومع التطبيقات غادي نتفاهموا مزيان. كيبقى لنا البناء ولا المنهجيه باش كنكتبوا الموضوع المقالي. اذا كندير قبل ما نكتب المقدمه كنخلي جوج تاع المربعات، وكنكتب المقدمه ديالتي اللي فيها طرح الاشكاليه. ثم بعد ذلك عندما اريد ان انتقل الى التحرير كنخلي جوج ديال السطوره، وكندخل بجوج ديال المربعات وكنكتب التحرير او العرض. ملي كنسالي ها هو كملت العرض ديالي، كندوز الى الخاتمه كنخلي عاوتاني جوج ديال المربعات وكنكتب الخاتمه ديالي. هادو الاشياء كتبان لكم بسيطه، ولكن هاد الاشياء اللي هي بسيطه كتضيع النقاط. حيت الا ما درتش هنايا طرحت الاسئله وما درتش الاشكاليه فانا هنا كتمشي ليا نقطه. ويلا العرض ما كتبتوش بطريقه اللي هي يا منهجيه مزيانه وباسلوب اللي هو يا يعني بلغه سليمه، فهنا ايضا كنقدر ان تمشي ليا النقاط. حتى هي بالاخص لما اختارتش الفقرات اللي هي مطلوبه مني. ونفس الشيء بالنسبه للخاتمه. اذا هنا هادشي تنقول لك غير ان باش تعرف شنو هو يا كيفيه الحصول على نقط جيدة بلا ما ندير، لأن كل شيء في المتناول. لأن هذا هو بالنسبة اليوم لمنهجية تحليل وتحرير موضوع مقالة. وإن شاء الله في الأسابيع ولا في الشهور القادمة غادي نشوفوا أنك غتولي تعرف اللي ما عرفتيش ليه الآن، مع الممارسة غتولي تعرف ليه أكثر.